حجيرات الشهيد الملك ابو عاطف خالد حلاس ماجروم الملك محمد ابو عقاب شيخ الرشيد الملك جبل احمد غدير مغير للملك ابو بشار وغزال ملك ابو يرزن بسام غريفات هذه اسماء الخيول المشاركه في المجموعه الثامنه ديسبلادو نجم الميدان حرب مهيب لهيب عراقي ديان المجالي وحيد برشلونه وسرور البريق شباب المنظمين سطحي ابو جانتي الشباب الخيل الله يرضى عليك برجاء احضار الخيول باسرع وقت ممكن ابو عناد باسل شباب ملاكم مدربي خيول المجموعة الثامنة بسام أبو يامن غرفات استعجلنا بغزال الله يرضى عليك محمد نواف غرفات استعجلنا بغزال فحل الوهير الأم جوليا ملك محمد أبو عقاب مدربين استطلات الزي الأحمر القيادة لخالد السعدي الشهيد داخل أرضية الميدان فيمتضيه الفارس المدرسة سالم العقبي الفعل كلاسيك رشيد الأم صخرة بنت بنوساثا الملك خالد حلاس أبو عاطف من عبلين تدريب اسطبلات الحلاس وكما ذكرنا فيمتضيه المدرسة سالم العقبي لها الصخرة أيضا داخل أرضية الميدان تنضي بزيو هو بزيو يعد العدة رصاوة لها الصخرة بالفحل مالك الهيب مالك اللهيب آسف الأم فيروز الملك يوسف حجيرات المدرب يوسف حجيرات شباب الخيل اللي جاهز ظهورها فرسان ظهورها الله يرضى عليكم أيام كما ذكرنا شوط وليد 2016 جيل السنتين فئة ثانية هذا شوط خصص لمجموعة الفئة الثانية سالم العقبي أيضا صوت الشهيد بسم الله ما شاء الله شهيد مع سالم العقبي متجه إلى نقطة الانطلاق بعملية الإحماء أيضا ياس أبو جبل على صهوة مغير خالد السعدي على صهوة ماجنوم الملك محمد ابو عقاب زنور وصوت شيخ الرشيد بن الفعل رشيد الصخرة الام بنت صخر البيادر ملك جبل احمد غدير مدربين الصبل الامريكي القيادة لزنور كمان مرة شباب اللي حوالين برج التصوير منظمين تعاونا معنا الله يرضى عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خمسة مشاركين في هذا الشوط. ديسبرادو نجم الميدان حرب مهيب
لهيب عراقي ديان المجالي وحيد برشلونة وصيرور البريق ايوه انا لو شغاله اذا جميع المشاركين داخل جهاز الانطلاق لهب الصخره الشهيد مدروم شيخ الرشيد ومغير صوت مواليد عام 2016 جيل السنتين فئة ثانية خمسة مشاركين بسم الله ما شاء الله تنافس على لقب بطل أبطال قانا الجليل جيل السنتين فئة ثانية الخيول داخل جهاز الانطلاق استعدادات لإطلاق خيول المجموعة الثامنة بسم الله ما شاء الله نهايات قناة الجليل كفركنا وفعلا اخواني ينطلق الشوط الثامن على بركة الله بسم الله ما شاء الله انطلاق موفق لجميع المشاركين زنور على صوت شيخ الرشيد متصدر المجموعة من البداية الشهيد بالمراتب الثانية مع سالم العقبي اياس ابو جبل مع المغير بالمراتب الثالثة الامهار بالمراحل الاولى من السباق شيخ الرشيد ما يزال متصدر المجموعة بدخول الامهار الى المنعطف الاول سالم العقبي ما يزال مع الشهيد بالمراتب الثانية يا سبو جبل على صاوة المغير بالمراتب الثالثة ابزيوي حول مع لهب الصخرة بالمراتب الرابعة الامهار الان خرجت من المنعطف الثاني نحو الخط المستقيم شيخ الرشيد بسم الله ما شاء الله شيخ الرشيد مع زنور ما يزال متصدر المجموعة شيخ الرشيد بالمرتبة الأولى بسم الله ما شاء الله النزاع يقبل على المراتب الثانية ما بين الشهيد المغير ولهب الصخرة إلا أن شيخ الرشيد بالمرتبة والملعب الخيال زنور والشهيد بالمرتبة الثانية مع الخيال سالم العقبي ولهب الصخرة بالمراتب الثالثة مع خيال بزيو بسم الله ما شاء الله شيخ الرشيد حسم النتيجة مبكرا منذ الانطلاقة بسرعة فائقة لشيخ الرشيد بسم الله ما شاء الله شوط رائع وجميل بكوكبة الجياد 2016 في الثانية شيخ يقود بسم الله ما شاء الله وصقر يحلق على جميع الميادين زنور مع الشيخ الرشيد بطل هذا الشوط بسم الله ما شاء الله تحت راية وعلم اسطبلات الامريكي بقيادة المدرب الكبير اكرم حجيرات يتم الان تتويج شيخ الرشيد مع الفارس صقر الحجيرات زنور صبحي منزل يسلم كاس المرتبة الاولى للشيخ الرشيد وتصفيق للشيخ الرشيد بن الفحل رشيد الصخرة لهم بالصخر البيادر للمالك جبل احمد غدير مدربي اسطبل الامريكي مبروك الف مبروك لاكرم حجيرات ابو محمد مبروك لعشيرة الحجيرات اجمعين مبروك الف مبروك المرتبة الثانية كانت للشهيد مع المدرسة سالم العقبي تنفع الكلاسيك رشيد لهم صخرة بن نافاتا الملك
أبو عاطف خالد حلاس من أبو الليل مدربين طبعا صبلات الحلاس. القيادة كانت للمدرسة سالم العقبي. وصيف البطل الشهيد بسم الله ما شاء الله. على الكاميرا أبو عاطف شوي شوي واطف إذا هاي بلاها مش مين. وين التصفيق للشهيد ولأبو العاطف؟ مبروك ألف مبروك بسم الله ما شاء الله. الشهيد أتمنى له التوفيق أيضا في المهرجانات الأخرى الموسم القادم. لهبدأ الصخرة يكتفي بالمراتب الثالثة في هذا الشوط. نتفعل ملك اللهيب الأم فيروز ملك يوسف أهجيرات المدرب أيضا يوسف. يوسف أهجيرات الملك والمدرب. ننتقل إلى المجموعة